إن شاء الله تعالى سنواصل مع شيخنا ونذكر بوقت هذه الدورة. برنامج الدورة كالتالي: اليوم بدأت 10:30 وستنتهي 2:30. غدا إن شاء الله تعالى ستبدأ 10:00، ونرجو من الجميع أن يكون الساعة 10:00 حاضر، يعني يأتي هنا 9:30 حتى نبدأ 10:00 وننتهي 2:00. يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، بما أن الشيخ له برنامج صباحي، الدورة وقتها سيتغير، يعني أنها ستبدأ 5:00 مساء وتنتهي 9:00 مساء إن شاء الله تعالى. وبما أن وقت الدورة طويل شيئا ما، الساعات التي يتكلم فيها الشيخ سنفتح بابا للنقاش وبابا للأسئلة إن شاء الله تعالى في نهاية الدورة وفي بعض نهاية الحلقات. فلذلك نرجو من الحاضرين ومن الإخوة أن لا يتعبوا الشيخ، وجزاكم الله خيرا. والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول أبو عبد الله التلمساني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب هنا عندكم: وصلى الله. والبسملة لا يجوز العطف عليها، لأنها لا يدرى هل هي جملة خبرية أو إنشائية، والجملة المعطوفة عليها لا تكون إلا خبرية أو إنشائية. فلذلك لا يحل أن تقول بسم الله والصلاة أو بسم الله والحمد لله، لا بد أن يكون ما بعدها مقطوعا عنها، فتقول بسم الله الحمد لله أو الصلاة والسلام أو صلى الله، لأن البسملة يمكن أن تكون جملة إنشائية فيكون المعنى أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وحينئذ يجوز أن تقول وأصلي، لكن لا تقول صلى الله أو الصلاة. ويمكن أن تكون خبرية مثل ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو اعتمادي على اسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. والبسملة يمكن أن تكون جملة اسمية، ويمكن أن تكون خبرية، ويمكن أن يكون أقصد فعلية، ويمكن أن يكون محذوف فيها متقدما، ويمكن أن يكون متأخرا. فهي أربع صور فيما يتعلق بالتقدير. نعم، لأن متعلق الحرف الجر إما أن يكون متقدما وإما أن يكون متأخرا، وكل منهما إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا. حرف الجر هنا وهو الباء لها 4 معان تصلح في مثل هذا الموقف، لأن الباء في الأصل لها 14 معنى كما تعلمون، وهي التي نظمها ابن مالك بقوله: تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحزن الباء معانيها كلها. تعد هذه الباء للتعدية، لصوقا الباء للصاق، واستعن الباء الاستعانة، بتسبب السببية، وبدل الباء البدلية، صحابا الباء المصاحبة، قابلوك باء المقابلة، بالاستعلاء الاستعلائية التي بمعنى على، وزد الباء الزائدة لتقوية عامل ضعف، لكونه فرعا أو لكونه متقدما متأخرا عن المعمول. وقد يكون العامل غير ضعيف مثل كفى بالله شهيدا، فهي هنا الباء الزائدة جرت الفاعل. بعضهم هذه الباء التبعيضية، إن جاوز باء المجاوزة وهي التي بمعنى عن، الظرفة الباء الظرفية وهي التي بمعنى في، غاية هي الباء الغائية وهي التي بمعنى إلى، يمينا وهي الباء القسمية، بالله الذي لا إله إلا هو. هذه 14 معنى يصلح للبسملة، منها 4 فقط. صلى الله. أنا أظن أن هذا الكلام ليس للتلمساني، أو أجزم بأنه ليس له، لأنه افتتح بالبسملة، وأما الصلاة فسيأتي بها بعدها. فالافتتاح الحقيقي هو بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بكتاب الله، ولأنه ورد في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أجزم، وفي رواية أقطع، والحديث عند أبي داود وغيره. الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه. افتتح كتابه بحمد الله بالجملة الاسمية، كما افتتح الله كتابه بذلك: الحمد لله رب العالمين الذي خلق الخلق. والخلق هنا وإن كان مصدرا يقصد به المفعول أي المخلوقين،
ليبرهنوا اللام هنا ليست للتعليل وإنما هي للعاقبة، معناه عاقبة أمرهم وشأنهم أنهم سيبرهنون على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأن الناظر في هذا العالم وهو يرى ما فيه من إتقان الصنعة ومن الترتيب والدوام والاستمرار لا بد أن يوقن بأن له خالقا منزها عن الغير متصفا بصفات الكمال منزها عن كل نقص. وهذا معنى البرهان، لأن البرهان معناه الدليل، وقد نحت منه هذا الفعل وهو ليبرهن، وذلك أن فعل وفعلل كذلك يصاغان من اسم عين ومن اسم معنى للدلالة عليه، وقد صيغ فعلل هنا من اسم معنى وهو البرهان للدلالة عليه ليبرهنوا عليه. وهذا حسن افتتاح، فهو براعة استهلال، لأنه يفهم منه أنه سيتكلم عن البرهان عموما وعن الأدلة. والمقصود بالبرهان عليه أي أنهم آية من آياته، فكل مخلوق هو آية ودليل على وجود الخالق واتصافه بالكمال وتنزهه عن المحال. وبعث فيهم رسلا منهم، هذه نعمة بعثة الرسل أثنى بها على الله جل جلاله، بعث فيهم رسلا منهم يهدونهم إليه، يهدونهم أي يدلونهم عليه. والمقصود هنا بالهداية هداية الإرشاد، فالهداية تنقسم إلى قسمين، هداية التوفيق وهداية الإرشاد. فهداية التوفيق لا يقدر عليها إلا الله، ولذلك نفى الله القدرة عليها عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الإرشاد يقدر عليها كل من تقوم به الحجة، ولذلك أثبت الله القدرة عليها لرسوله صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية التوفيق هي التي نسأله في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، وهداية الإرشاد هي التي أثبت الله لثمود فقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقد هدوا هداية إرشاد ولم يهدوا هداية توفيق. ولذلك فإن الفلاسفة وذوي العقول الكبيرة هدوا هداية إرشاد ولم يهدوا هداية توفيق، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، فأعطاهم الله ذكاء وعقولا ولكن لم يعطهم زكاء، أي لم يطهر قلوبهم ولم يرشدهم إلى الالتزام بالحق صلى الله عليهم عموما وعلى محمد وآله خصوصا، صلى الله عليهما على جميع الرسل. وهذا دعاء هنا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محتملة للدعاء والخبر، لأن الله أخبر أنه يصلي عليه فقال قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن غيره من الرسل لم يرد أنه يصلي عليهم جميعا، ولكن علم ذلك بالقياس، فلذلك مطلوب منا أن نصلي عليهم. فإذا قلت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهنا محتمل للخبر ومحتمل للإنشاء الدعاء، وإذا قلت على رسول الله فهذا للدعاء يتمحض للدعاء، لأنه لم يرد في القرآن أن الله صلى عليه. نعم، صلى الله عليهم عموما أي على جميعهم، أي صلاة تعمهم عموما، فعموما هنا مصدر نائب عن فعله. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وآله في الأصل من أول إلى كذا أي رجع إليه، والآل آل الرجل معناه أقاربه وأهل بيته الذين يؤول إليهم أن يرجع إليهم في شؤونه، ولا تضاف إلا إلى العاقل من ذوي الشرف، فلا تضاف إلى غير العاقل، ولا تضاف من العقلاء إلا لذوي الشرف. قالوا آل فلان معناه أن فلان هذا من العقلاء وله شأن ومنزلته. وأما قول الشاعر من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل، فقد أضيفت آل هنا إلى غير العقلاء وهم الخيل من آل الوجيه ولاحق، فإن العرب تلحق بالعقلاء الخيل والأطلال والطيور والأصنام، هذه الأربعة تلحقها العرب
بالعقلاء، فلذلك يستعمل لها ما يستعمل للعقلاء. فمن وواو الجمع وهم، هذه الثلاثة هي خصائص العقلاء في التعبير. فهاك تأليفا بشطر قد نظم، ثلاثة العاقل من والواو هم. ومع ذلك تطلق على الأصنام والطلول والخيل والطيور. وكذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هنا أضيف إلى العاقل من غير ذوي الشرف، لكن الجواب عن ذلك أن له شرفا باعتبار الدنيا، لأنه يملك مصر، فكان له شرف باعتبار الأمور الدنيوية. وآل النبي صلى الله عليه وسلم مختلف باختلاف المقام الذي تطلق فيه، فإذا أطلقت في مقام تحريم الصدقة وباعتبار الفضل والمزية بين المسلمين فتختص بالمؤمنين من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، وقيل تختص بالمؤمنين من بني هاشم ومواليهم فقط دون بني المطلب، ولكن الراجح عموم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرض الله خمس الخمس لذوي القربى أعطاه لبني هاشم وبني المطلب، فجاء عثمان بن عفان والمسور بن مخرمة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أشركت بني المطلب مع بني هاشم؟ وإنما نحن وهم سواء في النسب، فهم جميعا أولاد عبد مناف، وأولاد عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فبنو عبد شمس يمثلهم عثمان بن عفان، وبنو نوفل يمثلهم المسور بن مخرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهما بقوله: نحن وبنو المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. فبنو عبد شمس وبنو نوفل كانوا في بداية البعثة ضد بني هاشم وبني المطلب، وقد حصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب، حتى قال أبو طالب: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. ومواليهم منهم، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رافع: وإن مولى القوم من أنفسهم، إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم. وإذا أطلقت في مقام التمجيد والتكريم فهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرية علي بن أبي طالب من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين بقوا من ذريته صلى الله عليه وسلم. ولكن الله بارك في هذه الذرية، فلا يخلو بلد من بلدان العالم من هذه الذرية الطاهرة الطيبة. وقد أخذ ذلك المفسرون من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، فقالوا مفهوم المخالفة أنه هو لا تنقطع ذريته فسيبارك فيها، حتى قال بعض المفسرين: لن تقوم الساعة حتى تكون الأمة من ذريته جميعا بالخؤولات والمناسبات صلى الله عليه وسلم. وما فسره زيد بن أرقم من آله بأن نساءه من آله، ولكن آله هم الذين حرموا الصدقة بعده، وذكر منهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، فهؤلاء هم الذين بقوا أيضا من بني عبد المطلب من بني هاشم بعده. فأولاد هاشم من غير عبد المطلب لم تبق لهم ذرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر رجالهم الذين ماتوا بعد البعثة، وبقي ذرية عبد المطلب. وذرية عبد المطلب فيهم 12 رجلا لصلبه، وقد بقي منهم ذرية أبي طالب وذرية عبد الله بن عبد المطلب، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ذرية أبي طالب، وقد بقي ثلاثة من أولاده لهم عقب، وهم علي وجعفر وعقيل، وطالب لم يبق له عقب، وكذلك ذرية العباس بن عبد المطلب، وقد ترك العباس 10 من العقب، قال: تموا بتمام، فصاروا 10، يا ربي فاجعلهم كراما بررة، واجعل لهم ذكرا وأنمي الثمرة. وقد انتشرت ذرية العباس بن عبد المطلب. أما حمزة فلم تبقى ذريته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعمارة توفي في العهد النبوي، وأخته فاطمة بنت حمزة كذلك لم يكن لها عاقب.
وكذلك بنو الحارث بن عبد المطلب وكانوا عددا، فكان أبو سفيان بن الحارث وببة بن الحارث وعبد الله بن الحارث وإخوانهما، ولكن لم تبقى لهم ذرية وانقطع آخر نسلهم في أيام بني أمية. وبالنسبة لذرية أبي لهب فليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقطعوا وقد بقي منهم نسل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، فقطعهم من ولايته ولم يعطهم نصيبا من خمس الخمس الذي جعل الله للقرابة، لأن الله قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول، أي هذا الخمس قسمته أنه مخمس على خمسة أيضا، للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا الخمس مخمس على خمسة. وهذا الخمس ليس من أموال المسلمين كما يتوهمه الشيعة، وإنما هو من الغنائم فقط. الشيعة يأخذون الخمس من أموال الناس، وهذا لم يرد به أي نص ولم يقل به أحد من المسلمين، إنما جعل الله الخمس من المغنم من الغنائم فقط في حال الجهاد والغنيمة. وإذا أطلق آل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء فإنه يشمل كل مؤمن به، فالمؤمنون جميعهم من آله، لأن آله بمعنى أتباعه. ولذلك قال عبد المطلب يوم الفيل: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. آل الصليب معناه على أتباع الصليب، وعابديه اليوم آلك معناه أتباع دينه. والذين يرون اختصاص ذلك بأصحاب العباءة الذين ورد فيهم حديث فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم سلمة فجاءت فاطمة فأدخلها معه في عباءة اشتمل بها، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما، فجاء علي فأدخله، فسألته أم سلمة أن يدخلها، فقال: أتي إلى خير، فأنزل الله في هؤلاء الذين معه في العباءة وهم علي وفاطمة والحسن والحسين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن هذا الحديث فيه ضعف، وسبب النزول أيضا مخالف للسياق، فإن السياق أن هذه الآية نزلت في أمهات المؤمنين، أصلا هذه الآيات كلها نزلت في أمهات المؤمنين، لأن الله قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فما قبلها وما بعدها كله في أمهات المؤمنين، فدل ذلك على عموم هذا البيت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وذريته. فعلي وفاطمة والحسن والحسين يدخلون قطعا في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لكن لا يختص ذلك بهم، فيدخل معهم بالضرورة أمهات المؤمنين لأن السياق جاء في ذكرهن، ويدخل معهم كذلك بقية بني هاشم. خصوصا كذلك مصدر نائب عن فعله معناه أخصه خصوصا. صلاة نجدها بين يديه، صلاة هذه الصلاة نجدها بين يديه، أي عندما يجد الإنسان حسناته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أما بعد، هذا الاستئناف في الوصول إلى المقصود اشتهر في لغة العرب، وأما للشرط والتأكيد والتفصيل ويفتتح بها، ولذلك يكون ما بعدها بالفاء للإشعار بمعنى الشرط، فتقول: أما بعد فإن، وتسمعون الناس اليوم يقولون: أما بعد إن كذا، وهذا غير فصيح، لأن ما بعد الفاء لا يصلح لمباشرة الشرط،
وإذا كان الجواب لا يصلح لمباشرة الشرط وجب اقترانه إما بالفائية أو إذا الفجائية كما قال ابن مالك وقرن بفن حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم يجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. واشتهرت على لسان الخطباء فينتقلون من المقدمة إلى المقصود بهذا اللفظ وهو أما بعد. ولذلك يقول الشاعر لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقد قيل هي فصل الخطاب الذي علمه الله لداود ولكن هذا غريب لأن داود لم تكن لغته عربية. والأقوال التي يقولها أهل العلم في أول من قال أما بعد لا يصح منها شيء، وقد نظمها أحد العلماء فقال جرى الخلف أما بعد وكان بادئا بها سبع أقوال وداود أقرب لفصل الخطاب ثم يعقوب قصهم فسحبان أيوب فكعب فيعرب، لكن هذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم ولا يعرف أول من قال ذلك تحديدا، ولكنه جرى في الخطب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا اللفظ. والمتأخرون يختصرون فربما قالوا وبعد كما يفعله أصحاب المنظومات اختصارا. فإن العلم هذا جواب الشرط معناه بعد ما ذكر، وبعد هنا ظرف مبني لأنه مضاف وحذف المضاف إليه ونوي معناه، فبعد لها أربع حالات لأنها إما أن تقطع عن الإضافة أصلا لفظا ومعنا فتنصب حينئذ على ظرفية وتكون مصروفة مثل فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات ونحن قتلنا الأسد أسد غازية فما أسد ضرية فما شربوا بعدا على لذة الخمر فما شربوا بعدا، مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنا فأعربت إعراب الظرف مصروفة. الحالة الثانية أن تضاف فيذكر المضاف وحينئذ لها حالان، إما أن تنصب على ظرفية أو أن تجر بمن خاصة، تقول كذبت قبلهم قوم نوح ومن قبلهم من بعدهم، فحينئذ إما أن تنصب على ظرفية وإما أن تجر بمن خاصة لأنها غير متصرفة وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية وشبهها من الكلم أو من في الكلم أي الجرب من خاصة. والحالة الثالثة أن تضاف ويحذف المضاف وينوى لفظه وحينئذ ستبقى كما هي مثل ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف، معناه من قبل ذلك نادى كل مولى قرابة فحذف المضاف إليه ونوي لفظه فبقيت كما هي. والصورة الرابعة هي الموجودة هنا وهي عندما يحذف المضاف إليه وينوى معناه لا لفظه فلا يكون متعينا في لفظ واحد، أما بعد معناه أما بعد حمد الله والثناء عليه أو أما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أما ما بعد الابتداء، فالمضاف إليه محذوف ولم ينوى لفظه فمحتمل لعدة احتمالات فلذلك تبنى على الضم. فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية، إن العلم المقصود به هنا الوصف الذي يتصف به العالم، لأن العلم مصدر في الأصل ولكنه ينتقل إلى الوصفية، فيقال مثلا في المصدر زيد صوم إذا كان كثير الصوم ورجل عدل إذا كان كثير العدالة فيوصف بالمصدر. فالعلم هنا المقصود به الصفة التي اتصف بها العالم ولا يقصد به الإدراك الذهني، فالإدراك الذهني كل تصور تصورته أو كل تصديق حصل لديك فهو علم بمعنى إدراك ذهني، لكن العلم المقصود هنا الذي هو الشرف هو صفة من صفات العالم. فإن العلم أجمل السجايا، أجمل معناه أحسن السجايا وهي جمع سجية وهي الصفات الإنسانية التي تصف بها الإنسان، وأجزل العطايا الربانية، أجزل أي أثمن وأغلى العطايا لمعطية وما يعطي الله لعباده الربانية المسوبة إلى الرب جل جلاله لا سيما علم الشريعة، لا سيما معناه لا يعدل لا يساوي علم في ذلك علم الشريعة، فالسي معناه المساوي. وهي مبنية حينما اقترنت بماء الكافة، فما كافة لها فبنيت سي هنا إما على التركيب مع لا سيما
لا سيما فالمركب مع لا مبني لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل مبنية بسبب ما لا بسبب التركيب لأنها غير مكررة، فلا إنما يبنى معها إذا كانت مكررة لا حول ولا قوة إلا بالله. وما بعدها يجوز فيه الجر ويجوز فيه الرفع، فيجوز أن تقول لا سيما علم الشريعة أو لا سيما علم الشريعة، مثل قول امرئ القيس ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل، ولا سيما يوم بدارة جلجل. وعلم الشريعة المقصود به علومها، فهي هنا مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى المعرفة ككل نكرة عم، لأن النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم سواء كانت تلك المعرفة علما أو ضميرا. فمن ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، فالعم مفرد ولكنه أضيف إلى الضمير فعم، فلا يقصد به عم واحد، معناه نساء قريش جميعا من بنات عمه. ولذلك في العمات قال جمع بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك، الخال هنا أفرد وهو مضاف إلى الضمير ليعم، فهو عام هنا ولا يقصد به خال واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاله الأسود بن وهب، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بناته، لكن المقصود هنا أخواله عموما. ونظير هذا أيضا قول الشاعر بهاجية والحسراء فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، أما عظامها هذا جمع مضاف للضمير، وأما جلدها فهو مفرد أضيف إلى الضمير فعم أيضا أي جلودها، لأن الحسراء وهي الموتى من البهائم ليس لها جلد واحد وإنما لها جلود. والشريعة في الأصل تطلق على المشرع أي الماء الذي يشرع الناس فيه فيشربون منه أو تشرع فيه البهائم وتشرب منه، ويمكن أن تكون من الشرع الذي هو الإظهار، ومنه شراع السفينة لأن الله أظهر هذه الأحكام وبينها فكانت شريعة، فهي موردة لأخذ الأحكام منها، وهي مظهرة فهي شريعة بكل ذلك. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا، فقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمقصود بالشريعة هنا هذه الشريعة الإسلامية، إذ هو هذا العلم، وإذ هنا تعليلية في سماء المعلومات أسطع بدرا، في سماء المعلومات فجعل المعلومات متفاوتة منها أرض ومنها سماء، وهذا من الاستعارة لأن المقصود هنا أن العلوم متفاوتة جدا في درجات، ولكن أعلاها يشبه بالسماء فحذفت أداة التشبيه فكان هذا استعارة، فأعلى العلوم كأنه هو سماء العلوم أي سقفها، والسماء تطلق على السقف كما أن الأرض تطلق على السفل، فالأعلى يسمى سماء والأسفل يسمى أرضا. ومن ذلك قول الشاعر إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مودوع وواعد مصدق، إذا ما استحمت أرضه معناه اسود بطنه من سمائه أي من عرق ظهره، فهو يشبه هذا الفرس بالكون الذي له سماء وأرض، فهذا الفرس أعلاه جعله سماء وأسفله جعله أرضا، إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مودوع أي متروك وواعد مصدق، أن يصدق فيما وعد بمعنى أنه لن يخلف فيأتي على المراد. في سماء المعلومات، والمعلومات ما تعلق به العلم سواء كان ذلك من المعقولات أو من المنقولات، أسطع أي أظهر من السطوع بدرا أي قمرا متكاملا، وأهله بين أولي الدرجات أرفع قدرا، وأهله أهل علم الشريعة بين أولي الدرجات، فقد جعل الله الناس درجات وقالهم درجات عند الله، لكن أهل هذا العلم بين ذوي الدرجات أرفع قدرا لأن الله تعهد برفع
المؤمنين وأهل العلم منهم درجات، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الرفع يشمل الدنيا والآخرة، لكن درجات الآخرة أرفع من درجات الدنيا، لأن الله قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأهله بين أولي الدرجات أرفع قدرا، فهم أرفع قدرا من غيرهم. ولم تذكر من بعد أفعل للدلالة على الإطلاق، فهم أرفع مطلقا، فأفعل التفضيل إذا جاء بعدها من كان ذلك قيدا لها. وأهل النحو يلقبونها فيقولون: أفعل من، أفعل من أي أفعل التفضيل، لأنها لا بد أن تكون بين اثنين مشتركين، كما قال المختار النبوي رحمه الله: لا بد أن يشارك المفضول في فضله الفاضل أي المقولة. بجنة رعايته، أي هم أرفعوا في درجات الجنة، والجنة جعلها جنة دنيوية وجنة أخروية، فنسبها إلى رعاية الله، أضافها إلى رعاية الله جل جلاله، وحينئذ يمكن أن تقول بجنة رعايته، ويمكن أن تقول بجنة رعايته، فالجنة ما يحتمى به رعايته. يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، فجنة رعايته سبحانه وتعالى أو الجنة التي هي دار كرامته يتحصن فيها يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، لأن أهل الجنة حماهم الله من ذلك، فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيحميهم الله جل جلاله من الفزع الأكبر، فيتحصنون في جنته أو بجنة رعايته، لأن رعاية الله يتحصن بها، فهي الحصن المانع، كما قال البوصيري رحمه الله: رعاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. فعناية الله جل جلاله رعايته تغني عن التحصن بالحصون والأسلحة. يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، يوم الفزع الأكبر هو يوم القيامة، من العذاب الأليم أي من عذاب الله، وقد ذكر الله نجاة أولئك منه لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقد بين الله ذلك لأن الاستثناء معيار العموم، فقوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالاستثناء معيار العموم معناه أن الفزع شامل يوم القيامة هو الفزع الأكبر، فاستثنى الله منه من شاء، والاستثناء معيار العموم يدل على عموم اللفظ قبله. وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم، وبنور هدايته أي بنور هداية الله جل جلاله، وهذا النور هو الإيمان، لأن الله قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإضافة النور إلى الهداية محتملة لأن تكون من إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك للمبالغة، مثل قول الشاعر: فقلت جواعا هالج الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه، ومثل سحق عمامة، أي عمامة هي سحق، ويوم الاثنين أي يوم هو الاثنان، وهكذا يوم الجمعة أي يوم هو الجمعة، مسجد الجامع أي مسجد هو الجامع. فهذا من إضافة الشيء إلى نفسه للمبالغة، فهذا النور هو الهداية، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومحتمل أن يكون هذا النور سببا للهداية، فالنور أصل للهداية، فيكون حينئذ ليس من إضافة الشيء إلى نفسه بل إضافته إلى ملازمه. وهدايته هنا هي هداية التوفيق، فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه
يهدي من يشاء وأنه يجتبي من يشاء، فالذين هداهم يدلهم على الطريق فيسلكونه ويجاهدون أنفسهم ويتعبونها في الطاعات والتقرب إلى الله جل جلاله، والذين اجتباهم يوصلهم إلى هذا المقام دون تعب ولا نصب، فلا يتعبون أنفسهم في تزكيتها وتربيتها، بل يقذف الله في قلوبهم من النور ما يغني عن ذلك. ولهذا قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والرسل الكرام جمع الله لهم بين الاجتباء والهداية، فقال: وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، في سورة مريم. وفي سورة الأنعام قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. واجتبيناهم وهديناهم، فجمع لهم بين الاجتباء والهداية. بنور هدايته يستضاء، فالنور مهمته الإضاءة، وذلك أنه يدل الإنسان ويرشده على طريق الحق. فنحن اليوم على صراط دنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي، فهذا الصراط الدنيوي لا يسير عليه إلا من رآه، ولا يراه إلا من هداه الله له. فمن هداه الله له يمكن أن يسلكه، فإذا سلكه يمكن أن يثبته عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الصراط الدنيوي تمثيل للصراط الأخروي، بقدر استقامة الإنسان عليه تكون استقامته على الصراط الأخروي يوم القيامة. يستضاء في ظلم الحشر، الظلم جمع ظلمة، والحشر المقصود به مكان الحشر، لأن الحشر مصدر، ولكنه يطلق هنا على المكان، معناه مكان الحشر أو زمانه في وقت الحشر. فذلك الوقت وذلك المكان فيه ظلمات شديدة للكفار، أما أهل الإيمان فإن الله يبيض وجوههم فيخترقون في النور مسيرة 500 عام، والمنافقون يحال بينهم وبين المؤمنين، وهم يطلبون الاقتباس من نورهم، كما قال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا معناه انتظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وبين الله حال الكفار في ظلمات المحشر، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هنا ذهب الله بنورهم نعوذ بالله، وقد بين في الآية الأخرى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبين مثالا آخر عجيبا، وهو قوله: كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا مثال لظلمات المحشر، في ظلمات الحشر إلى جنات النعيم. فالهداية المقصود بها إلى جنات النعيم، والمقصود أيضا إلى الرحيم جل جلاله، فدار كرامته جنات النعيم. لكن الله ذكر نهاية حشر المؤمنين ونهاية سوق الكافرين، فقال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فجعل نهاية حشر المؤمنين إلى الرحمن، وجعل نهاية سوق الكافرين إلى جهنم. ولاحظوا الفرق هنا: يوم نحشر المتقين فهم يحشرون بتكريم وتعزيز ولا يساقون سوقا، إلى الرحمن فالنهاية أكبر كبير وأجل جليل وأعظم عظيم إلى الرحمن. فليس المقصود فقط ما ينالونه من الكرامة في دار الكرامة، لأنهم ينسون كل ذلك بمجرد النظر إلى وجه الله الكريم. بينما أهل الجنة في نعيمهم انسطع عليهم نور من فوقهم
فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. فلذلك قال إلى الرحمن وفدا. ونسوق، هؤلاء يساقون بالضرب والإهانة، فليسوا في دار كرامة، نعوذ بالله. نسوق المجرمين، هذا يشمل الكفار والمنافقين، إلى جهنم وردا. انظروا إلى الفرق بين وفدا ووردا، فأولئك وفد يتعاونون ويكرم بعضهم بعضا، وهؤلاء ورد يتنافسون ويطأ بعضهم بعضا، كالورد الظماء العطاش الذي يرد ماء. فهذا الفرق. يستضاء به ظلمات المحشر إلى جنات النعيم. والجنات جمع جنة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى تقسيم الجنات إلى أربع في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة، فذكر جنتين للمقربين وجنتين لأصحاب اليمين، وبين أن جنتي أصحاب النعيم دون الجنتين العليين ومن دونهما جنتان. فلذلك ساغ جمعها إلى جنات النعيم. وإذا أفردت، فالمقصود بها ما يشمل كل ذلك. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما داثرا. فقد فاز بالسعادة، فلقد فاز بالسعادة، اللام هنا مذنة بالقسم، معناه والله لقد فاز بالسعادة، وهذا غاية التأكيد، لأنه جاء باللام وجاء بقد معها المحققة. فاز بالسعادة، الفوز يشمل نجاة وربحا، فمن ربح ولم ينجو فهو غير فائز، ومن نجا ولم يربح فهو غير فائز، فلا بد من الجمع بين الأمرين. وقد قال أحد علمائنا وهو الشيخ محمد بابا واللمين حفظه الله: وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلما. فلا بد من الجمع بين السلامة والغنيمة معا حتى يكون الإنسان فائزا، فإذا سلم ولم يغنم فهذا ليس ربحا، ليس فوزا. وإذا هلك ولو كان أخذ كثيرا من الغنائم لا فائدة في ذلك. فلذلك قال: فلقد فاز بالسعادة. والسعادة رضا النفس في أصل إطلاقها، هي تطلق على رضا النفس، يكون الإنسان راضيا في نفسه، فهي لا تحصل إلا بما يشمل لذة البدن ولذة الروح معا. فأهل السعادة يجمعون بين لذة، بين نعيم الأبدان ونعيم الأرواح. ولهذا قال الله في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهنا قال بل أحياء، فأثبت لهم حياة حقيقية، لكن الإنسان قد يتصور أن هذه الحياة في القبور المظلمة الموحشة في العفراء والتراب، فقال عند ربهم، ليست حياة مذلة ولا مسكنة، بل هي حياة عند ربهم، فيها نعيم الأبدان ونعيم الأرواح. نعيم الأبدان في قوله يرزقون، ونعيم الأرواح فرحين، فهم يتنعمون في أبدانهم وأرواحهم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما داثرا. من أحيا الله به رسما، والرسم الدار وأثر الدار، فالدار إذا انتقل منها الناس بقيت رسما، ويطلق الرسم على الدار ويضاف إليها، فأثر الدار أيضا يسمى رسما. فإذا وجدتم إضافة رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله، رسم دار، أضيف الرسم هنا إلى الدار معناه أثر دار. وإذا أطلق الرسم دون إضافة إلى الدار فهو الدار. وذلك أن العلم ينتقل ويذهب بموت أهله، فتبقى ديارهم وآثارهم، فإذا أحيا الله تلك الآثار والديار بمن اختاره لذلك من خلقه وجعله من أمنائه على وحيه، فقد نال ميراث النبوة، وبذلك أحرز السعادة والفوز، لأنه اختاره الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ولم يكن ليأتمن على وحيه المهلسين،
فالذين يأتمنهم الله على الوحي قد اختارهم اختيارا من أهل زمانهم. ولذلك أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والبيهقي في السنن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض، إن الله قال يحمل هذا العلم من كل قلب عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم عدول الله على أهل زمانهم استشهدوهم عليهم. من أحيا به رسما داثرا، داثرا أي ممحيا، فدثر بمعنى قدم وتغير، وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا، أي وحاز من نال العلم فأحيا به الله من أثره رسما داثرا مع المسلمين، فلا يكون هذا الحوز لنفسه لأنه سيذكر القسمة، فإنما هي قسمة يقسمها الله بين المسلمين، فمن كان أوفر حظا منهم كان مستواه أعلى. وهذا يدلنا على أن العلم إنما هو قسمة وحظ يقسمه الله بين عباده. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وقد قال العلامة محمد بن فال المتالي رحمة الله عليهما: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. كل ذلك قسمة يقسمها الله. ومحمد ولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما في الكفاف يقول: هذا وإني لم أكن جذيلة لكن تطفلت على سخيلة. فيرى أنه تطفل على سخيلة، وهو يشير هنا إلى مثل عربي مشهور، وهو أن رجلا من حكماء العرب وهو عامر بن الضرب، كان العرب يأتون إليه بمشكلاتهم يستفتونه، وله جارية أي أمة كانت ناقصة العقل وهي ترعى الغنم وتسمى سخيلة، سميت باسم السخلة المصغرة. فجاءه قوم يسألون عن ميراث، كان العرب لا يورثون البنات، فمات رجل فترك خنثى، فأشكل الأمر هل ترث أو لا ترث. فجاءوا إلى عامر بن الضرب فلم يجد حلا، فبات وهو يفكر في هذا الأمر، فرأته سخيلة فقالت: ما لك يا سيدي ساهرا؟ فقال: من أمر لا تحسنينه. قالت: وما هو؟ قال: ميراث الخنثى. فقالت: أتبع المال المبال. فقال عندما أعجبه هذا الحل الذي قالت سخيلة، فرجتها سخيلة فأرسلها مثلا. فكذلك قسمة العلم إنما هي حظوظ، فيقسم الله لمن شاء منها ما شاء، فمن مستكثر ومن مستقل، وكل ذلك بقدر. حاز مع المسلمين فيه قسما وافرا. ولو قلت قسما وافرا أيضا لا حرج، فالقسم مصدر قسم، والمقصود به نصيب الإنسان في حال القسم. ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، جامع كلمات الإسلام بعد شتاتها وقامع الفجرة الظلام عن اقتياتها، هنا كان العلماء يؤلفون الكتب للملوك، وذلك ليس طلبا للدنيا ولا مطمعا فيها، وإنما أرادوا نشر كتبهم، لأن السياسة تتدخل بكل شيء، فهي مؤثرة في الثقافة وفي الاقتصاد. فإذا كان الكتاب مرضيا لدى ملك يقرره للدراسة في المدارس أو يطبعه وينشره كما في زماننا المعاصر، وإذا لم يكون الكتاب مرضيا لدى الحكام فسيمنع من النشر ويمنع من الطباعة ويمنع من التدريس. فلذلك كان العلماء يهدون كتبهم إلى الملوك ليقرروها في المدارس الوقفية فتنتشر بذلك. وكان أحد علماء هذه البلاد التي نحن فيها وهو الإمام البيضاوي رحمه الله، لما ألف تفسيره خرج به يحمله إلى ملك من ملوك فارس، فنزل على
شيخ من صوفية العراق فقير، فكان في خدمة الشيخ وضيافته، فسأله عن قصده فقال: ألفت كتابا في التفسير لم يرى مثله، فحملته إلى هذا الملك لعله يعينني في شؤون حياتي. فضحك الشيخ الصوفي، ولما انقطع الكلام سأله بعد ذلك فقال: ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فقرأ له تفسيره: لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فضحك الشيخ مرة أخرى، ففهم البيضاوي قصده، وأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وأنه لا يستعين إلا بالله، فقطع رحلته وكر راجعا إلى بلاد الروم، في هذه البلاد التي نحن فيها. فشاعت القصة فوصلت إلى الملك في بلاد فارس، فأرسل إليه مالا جزيلا، فجاء المال إليه قبل أن يصل إلى داره. وهذه قصة هي مشبهة لقصة أبي عثمان المازني مع الواثق، وهي معروفة لديكم، وقد ذكرها النحويون، فذكرها ابن الأنباري في طبقات النحويين واللغويين. وذلك أن بكر المازني وهو من أئمة النحو كان في البصرة، فجاءه رجل من اليهود فعرض عليه أن يعطيه 300 دينار ليعطيه كتاب السبويه. ففكر هو فقير وما له إلا بنات، فوجد كتاب السبويه في 300 آية، فقال: لا أجعل 300 آية من كتاب الله بيد يهودي في مقابل 300 دينار. فكان نساؤه يخالفنه الرأي ويرون أنه ينبغي أن يأخذ هذا المال يستعين به. فبينما هو في ليلة ظلماء في البصرة إذ طرقت عليه خيل البريد، جاءت من دار الخلافة من السامراء من عند الواثق، فأدخل في تلك الليلة على الواثق، فوجد جارية له كانت تغنيه، فأنشدت: أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فقال الواثق: أظليم إن مصابكم رجل، خبر إن. فقالت: هكذا حدث عرفني شيخي أبو عثمان المازني، أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فأمر وزيره الفتح بن خاقان أن يحضر المازني في تلك اللحظة، فجاء به فأدخل عليه. لما أدخل عليه سأله عن هذا البيت: أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. وقال: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن البيت مغلق إلى قوله ظلم؟ فظلم هي خبر إن. فقال: ما إعراب مصابكم؟ فقال: أقصد ما إعراب رجلا؟ فقال: هي مفعول مصابكم. فالمصاب هنا مصدر، والمصدر أضيف إلى فاعله، فينصب المفعول بعد ذلك وبعد جره الذي أضيف له، كمل برفع أو بنصب عمله. فأعطاه 1000 دينار، وأعطته الجارية، أعطته الجارية 1000 دينار كان أهداها إليه الخليفة، وأعطاه الفتح بن خاقان 1000 دينار، فرجع ب3000 دينار في تلك الليلة. فلذلك أهداه هذا الكتاب إلى ملك الجزائر أبي عنان، وهو ملك تلمسان إذاك. ومن المناسب أن يثني عليه بما فيه من الخير، وما تجدون في مقدمات الكتب من الثناء على الملوك يتوقع فيه العلماء الدقة، ومنهم من كان يضطر لبعض المجاملة فيحتال عليها كالإمام النووي، فإنه كتب إلى المعظم وهو ملك دمشق في زمانه، فجعل كسرة تحت اللام، بدل أن يكتب المعظم كتب المعظم تحت الله المعظم. فسئل في ذلك فقال: لا أراه إلا يعظم شيئا، يكون فاعلا يعظم شيئا أي يكتب. وهذه ما يخفى على الناس المعظم. قال: ولما كان ملوك كان مدوخ ملوك العرب والعجم، لما كان مدوخ ملوك العرب والعجم، مدوخ أي الذي غلبهم جميعا فأذلهم ملوك العرب والعجم، ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، مصرف يده الكريمة أي منوعها في معلومات السيف والقلم، تارة بالسيف وتارة بالقلم،
فيده تعمل في الجانبين، وهذا أشرف ما تستعمل فيه اليد. ولذلك قال الداني لما دخل على المعتمد بن عباد بأغماتة وهو أسير فوجده يعمل عمل الصناعة الحرفية ليطعم عياله من ذلك، قال للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى هول رأيتك فيه تنفخ الفحم، أدخلت في آلة الصواغ أنملة لم تدري إلا الندى والسيف والقلم، يدا عهدتك للتقبيل تبسطها فتستقل الثريا أن تكون فما. فلذلك قال في معلومات السيف والقلم جامع كلمات الإسلام بعد شتاتها، جامع كلمات الإسلام أي جامع قلوب الناس على الإسلام، وجمع الكلمة بمعنى جمع الناس، فكلمة الناس معنى رأيهم بعد شتاتها، والمقصود في موطنه على الأقل. وقامع الفجرة الظلام عن اقتياتها، قامع نعم عن افتياتها وعن اقتياتها كلتاهما صحيح. وقامع من القمع وهو الطرد والزجر، قامع الفجرة جمع فاجر، الظلام جمع ظالم، عن اقتياتها معناه عما تقتات عليه، فهي تقتات على الظلم فتأخذ من الناس، وهذا المعنى مشتهر ومنه قول أبي الطيب المتنبي ومقالب ومقالب لاقيتها بمقالب، هذه في التأييد يقول أقبلتها غرر الجياد، نعم قبلها يقول وما مطالب فيها الهلاك، وأتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها، ومقالب ألحقتها بمقالب، نعم يقول مقالب مطالب فيها الهلاك وأتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها، ومقالب بمقالب غادرتها أقوات وحش كن من أقواتها، ومقالب بمقالب غادرتها أقوات وحش كن من أقواتها، أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها، العارفين بها كما عرفتهم والراكبين جدودهم أماتها، فكأنها نتجت قياما تحتهم، وكأنهم ولدوا على صهواتها، الثابتين فروسة بظهورها كجلودها والطعن في لباتها. فهذا الاقتيات، ويمكن أن يكون عن افتياتها أي عن أنها كانت تفتات على المسلمين فليست أهلا لحكمهم ولا لقيادتهم، وإنما افتاتت عليهم. والافتيات والافتئات أيضا هو تصرف غير المالك فيما لا يحق له التصرف فيه، حتى امتدت على الرعية طلب أمانه، حتى امتدت على الرعية أي على من يرعاهم وهم من يدخل تحت حكمه، طلب جمع طنب وهو حبل الخباء، والأطناب حبال الخباء التي يسكن بها، وتسمى أيضا طنبا، ومن ذلك قول الشاعر في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الطرف من ظلمائها الطنبا، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة إلا ولف على خيشومه الذنب. أمانه، فجعل أمانه كأنه خيمة شملت الرعية وحاطتهم فمنعت أحدا من الاعتداء عليهم وظلمهم، فلبسوا من جميل ظلها بردا سابغا، فلبسوا من جميل بردها بردا سابغا أي سترهم أمانه، فكأنما لبسوا منه بردا سابغا، والبرد نوع من الثياب، سابغا أي يتجاوز حدود اللباس، فالثوب السابغ الذي يستر اليدين إلى الأظافر، فإذا كان سابغا في اليدين وهكذا،
فهم في حجر كفايتها كفالتها هاجعون، فهم أي جميع الرعية في حجر كفالتها أي في حضن كفالتها. والحجر الحضن، ومن ذلك قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وهو مشتق من التحجير وهو المنع، لأنه محوط به من كل جانب، فهو يمنعه ويحوطه. وكفالتها، الكفالة في الأصل التكفل بحاجات الإنسان وما يحتاج إليه. وكفلها زكريا أي جعلها في كفله، فهو يتكفل بكل ما تحتاج إليه مريم. والكفل يطلق على النصيب، ومن ذلك قول الله تعالى: قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي اجعلها من كفلي أي نصيبي. والمقصود بالكفالة هنا القوامة، بحيث يتكفل بشؤون الرعية جميعا. ونظير هذا قول محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله: حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم، من بعد غربتها موصولة الرحم، مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد، فلم تيتم ولم تئن. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد، فلم تيتم ولم تئن، فلا تكون يتيمة ولا تكون أيما. نعم. هاجعون أي ناموا بأمان. فالهجوع وهو النوم لا يمكن أن يأوي إلى الجفون إلا عند أمان الإنسان، فالذي يطارد وهو غير آمن لا ينام. ولذلك قال الهرمزان لما وقف على عمر وقد صلى الضحى في ظل نخلة فنام، فقيل له: هذا عمر وهو يلبس مرقعة. فوقف فتعجب منه فقال: عدلت فأمنت فنمت. فالنوم لا يكون إلا مع أمان. فهو هنا يرى أن الرعية قد ناموا ويهجعوا في أمان هذا الملك. وصحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا. يقول إن إكرامه وعطاءه صح عليهم كالمطر الذي يسح. صحت عليهم سحب إحسانه، سحب جمع صحاب، إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، أي وجدوا مشربا سائغا ليس فيه ملح وليس دونه عناء، فهم بتوثيق كفايتها وادعون. فهم بسبب وثيق كفايتها أو بتوثيق كفايتها لهم، والوثيق معناه القوي من الحبال، وكل ما يوثق به فهو وثيق. والتوثيق معناه الربط، أن يربط الشيء فيكون موثقا. كفايتها أنها تكفيهم كل شيء يهمهم، فهم مادعون أي آمنون. والوداعة تطلق على السعادة والرخاء، والإنسان إذا كان لا ينصب في معاشه ولا في تأمين حياته يكون وادعا، كما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان مخضر الحدائق أخضر، وريان ملتف الحدائق أخضر، ووال كفاها كل شيء يهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. فإذا وجد الإنسان كفايته ينام في وداعة ورخاء. وإطلاق السحب على العطاء مناسب وهو كثير الاستعمال. وقد قال أحد الشعراء: أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المروي منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن كف الأمير تميم. أحاديث ترويها السيول عن الحياة وهو المطر عن البحر عن كف الأمير تميم. فلذلك قال: وصحت عليهم سحب وإحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون. قد صرف عنهم ما يرهبون،
أو قد صرف عنهم ما يرهبون، قد صرف هو أي الملك عنهم ما يرهبون أو صرف عنهم به من عند الله، وهذا سواء كان من المجازي العقلي أو كان من إسناد إلى ما لم يسمى فاعل، وكل ذلك صحيح. فإذا قلت قد صرف عنهم ما يرهبون فهذا من المجاز العقلي، لأن المعنى أن الله صرف عنهم به ما يرهبون. أو قد صرف عنهم ما يرهبون، ما يرهبون أي ما يخافون، وساق إليهم، هذا يؤكد أن الفعل مسند للفاعل لا إلى المفعول لأنه عطف عليه نظيره. وساق إليهم ما يرغبون أي وساق الله إليهم به أي الملك ما يرغبون، فهيأه لهم مولى الأنام أي ناصرهم، والمقصود هنا المولى الأعلى وهو ذو النعمة، ولي النعمة يسمى مولا. الخليفة الإمام، الخليفة في الأصل معناه الخالف الذي يأتي بعد الملك فيخلفه، ويطلق ذلك على من خلف نبيا في قومه، لأن موسى قال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فكان هارون خليفة عن موسى في قومه. ومنه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين، الخلفاء جمع خليفة، الراشدين المهديين. وأما استعمال الله سبحانه وتعالى لآدم خليفة في الأرض، فالله سبحانه وتعالى هو الحاضر الذي لا يغيب، وهو الحي القيوم الذي لا يموت. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل. فالمقصود بالاستخلاف في الأرض تملكه عليها وجعل كل ما فيها لمصلحته وذريته. فإني جاعل في الأرض خليفة يفسره قوله الذي جعل لكم ما في الأرض، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض ميسر لبني آدم، فهذا معنى الاستخلاف، حين استخلفنا الله في الأرض واستعمرنا فيها. فالله سبحانه وتعالى جعل كل ما في هذا العالم السفلي مسخرا لخدمة بني آدم، مهيئا لهم. فنوامس الكون يستغلون بها ويستخرجون بها ما خفي وما وجدوه في العيان ظاهرا واضح. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، إما انتفاعا كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكنات، وإما اعتبارا كما لا ينفع فيه ولا ضرر فنتعظ به فيكون ذلك تغذية للقلوب، وإما اختبارا كما فيها من الأضرار والسموم ونحوه، فذلك يختبر الله به الناس ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أمير المؤمنين، وهذا اللقب لم يكن يطلق عليه وإنما أطلقه عليه مجازا، فإمارة المؤمنين في ذلك الزمان كانت مختصة بالعباسيين الذين كانوا إذاك في مصر، وكان الناس إذا ملكوا وانفصلوا عن الخلفاء لا يلقبون أنفسهم بألقاب الخلافة، بالأخص أمير المؤمنين هذا اللقب مختص بالخليفة العباسي. ولذلك فإن يوسف بن تاشفين رحمه الله لما ملك المغرب والأندلس والجزائر وجزءا من تونس لقب نفسه أمير المسلمين تأدبا مع الخليفة الذي هو في بغداد، وتبعه على ذلك ابنه علي ثم ابن ابنه، وكذلك أخذ به من بعدهم. فهو هنا لقبه بأمير المؤمنين مجازا. المتوكل على رب العالمين، هذا اللقب وقد اشتهر في خلفاء بني العباس أنهم كانوا يتخذون لأنفسهم ألقابا، فقد لقب أبو العباس وهو أول خلفاء العباسيين نفسه بالسفاح، وأبو جعفر لقب نفسه بالمنصور، وهكذا المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، على هذا الترتيب لقبوا أنفسهم بهذه الألقاب. وهذه الألقاب أخذ بها ملوك الطوائف
فلقبوا بها أنفسهم، حتى قال أحد الشعراء: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وهو هنا لقبه بالمتوكل على رب العالمين أبو عنان، المتوكل على رب العالمين أبو عنان، هذه كنيته وقد اشتهر بها، وقيل هي اسمه. ألقاه الله تعالى أي أطال بقاءه في الحياة الدنيا، وهو لن يبقى أبدا الآبدين، فمن المعروف أنه ليس من المنظرين إلى الوقت المعلوم وقد مات. أبقاه الله تعالى وسوانح الأقدار قاضية بإصماده، يقول إصعاده، يقول أبقاه الله أي أمهل عمره، أمهله في هذه الحياة الدنيا. وسوانح الأقدار أي ما يسرح منها ويعرض، فالأقدار جمع قدر، وهي تأتي بالعوارض، كما في حديث ابن مسعود: وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن يساره، فهذه الخطوط هي الأعراض، إن أخطأه هذا أصابه هذا. والسوانح معناه التي تمر أمام الإنسان جهة اليمين، التي تمر جهة اليمين والتي تمر جهة الشمال تسمى البوارح. وكان أهل الطيرة إذا مرت بين أيديهم الوحوش من الغزلان مثلا، إذا مرت جهة اليمين تيامنوا بها وجعلوها سوانح، وإذا مرت جهة الشمال جعلوها بوارح فتشاءموا بها. وكذلك الطير: قد مرت الطير أيامنين، قالت: وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. وقد قال الكميت: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني البنان المخضب، ولم يتطربني البنان المخضب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أعضب، ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب. فهنا قال: ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أعضب. وسنح الشيء بمعنى عرض، سنح لك بمعنى عرض لك. وسوانح الأقدار ما يعرض في القدر من العوارض. وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، قاضية أي حاكمة بإصعاده أي برفعه وعلو شأنه. وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده، سوارح الأعصار ماضية في إسعاده. سوارح جمع سارحة، والمقصود بها في الأصل تطلق على البهائم التي تسرح، وتسمى السوائم أيضا جمع سائمة وهي السارحة. والمقصود بذلك هنا ما يسرح في الأعصار من أيدي الفتك والبطش، فهي تسرح وتمرح في الأعصار جمع عصر، والعصر يطلق على الزمان ويطلق على أول النهار وآخره وهما العصران، فيطلق على الزمان كله مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويطلق على أول الزمان وآخره وهما العصران. ومن ذلك قول الشاعر: عرفت من هند أطلالا بذي التودي قفرا وشاراتها البيض الرخاويدي، تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التجاويدي، أو تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التجاويد، بالعصرين أو أول النهار وآخره. ماضية في إسعاده، ماضية زائدة من مضى بمعنى مشى، فالمشي يسمى مضيا. ماضية في إسعاده أي في إيصاله إلى السعادة. وجواب لما هو قوله: قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحصين الدلائل مهما صعبا. قد جاز أي تجاوز في تحصيل، قد جاز بذهنه، والذهن محل الفهم من عقل الإنسان، الثاقب أي الدقيق الذي إذا وصل في شيء ثقبه، المثقب الذي يثقب الأحجار الكريمة.
بذهنه الثاقب الراجح. رجحان العقل معناه أن يكون الإنسان يغلب حلمه هواه، فكأن الكفتين كفة الميزان في كفة الهوى وفي كفة العقل، فإذا كان العقل يغلب الهوى فهذا هو الذي يسمى رجحان العقل، كأنه رجح في كفته على الهوى. والقصيدة التي ذكرنا لأبي الطيب المتنبي يقول فيها وترى الأبوة والمروة والفتوة في كل مليحة ضراتها، هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي للخوف من تبعاتها. فهذا هو الرجحان. ويقول في هذه القصيدة أيضا سقيت منابتها التي سقت الورى بنداء أبي أيوب خير نباتها، تلك العقول الغالبات على العلا والمجد يغلبها على شهواتها. والمجد يغلبها على شهواتها، هذا رجحان العقل. في تحصين الدلائل معناه جعلها في حصن العقل مهما صعبا والمهما الأرض الخالية الفضاء، ويطلق على الأرض المستوية أيضا، ومهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. وقد قال الراعي النميري في مهما قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. فالمهما ليس مستويا تماما في قول الراعي، أنه قال في مهما قلقت به هاماتها، قلقت به هاماتها هامات الإبل، فهي تنصب وترتفع وتنحدر وترتفع، فلذلك تقلق الهامات معناها تتحرك وتضطرب. قلق الفؤوس مثل قلق الفؤوس جمع فأس، إذا أردنا نصولها إذا نصلت من مكانها، فالفأس تسقط من العود، فعند سقوطها تتحرك يمينا وشمالا تضطرب، فشبه بذلك رؤوس الإبل في هذا المهمة. نعم، مهما صعبا معناه من الصعب قطعه، والصعوبة فيه تشمل الحزونة والعمق والبعد، والمقصود بذلك أنه قطع مسافات في طلب العلم لا يجد له نظراء ولا مقارنين فيها، وهي من المجاهل التي قل من يدرسها وقل من يطلع عليها، فشبهت بالمهامه في الموامع الخاليات. وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا. وحاز أي ملك برأيه، والرأي المقصود به الإدراك ويطلق على القياس، ومن ذلك مقابلة الرأي بالأثر، تقول مدرسة الرأي ومدرسة الأثر، فالمقصود بالأثر هنا ما كان مرويا، والمقصود بالرأي ما كان إنتاجا عقليا، فإنتاج العقلي يسمى رأيا. ورأى هذه المادة كما تعلمون يستعمل منها ثلاثة أفعال، رأى العقلية وهذه مصدرها الرأي، ورأى البصرية وهذه مصدرها الرؤية، ورأى الحلمية لما يراه الإنسان في المنام وهذه مصدرها الرؤيا بالقصر. نعم، في تحصين الدلائل مهما صعبا. وحاز برأيه الصائب، والصائب معناه الذي يصيب المفصل عند الحز، فالسهم الصائب الذي لا يطيش فيصيب في سواء الرمية ولا يصيب شواها وأطرافها، فلا يشوي ولا يطيش، الذي يطيش لا يصيب أصلا، والذي يشوي الذي يصيبه في غير مقتل، الذي لا يصيب المقاتل يسمى مشوي. فجعل فهمه للنصوص الشرعية ولأنواع العلوم صائبا لا يطيش ولا يحيد عن الرمية. الناجح، جعل رأيه أيضا ناجحا، والنجح معناه الوصول إلى المقصود، نجح بمعنى وصل إلى قصده.
في تحصيل المسائل، في تحصيل معناه جمع المسائل وفهمها واستيعابها. والمسائل جمع مسألة، وهي مكان السؤال، معناه المكان الذي يستحق أن يسأل عنه، كأنه موضع من العلم غائر يحتاج إلى شرح وبيان. موردا عذبا، معناه وجد فيها موردا عذبا، كأنه وجد فيها مسقا عذبا، فوجد فيها مشربا سائغا. نعم، موردا عذبا، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، معناه حتى جعل حكما، فأصبح يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها. أرباب المناظرات المتعمقون في العلوم الذين يتناظرون فيه، والمناظرة هي المجادلة، وقد جعلت علما من علوم الإسلام وهو علم الجدل، وهو ينقسم إلى قسمين: علم الجدل العقدي وعلم الجدل الفقهي، وكلاهما له آداب معروفة. في الجدل الفقهي آداب معروفة، وفي الجدل العقدي آداب معروفة. وهذا الجدل أصله ما بينه الله في كتابه، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهنا ذكر آداب المناظرة فيما يتعلق بالعقائد، فبدأ بذكر المتفق عليه، ثم بعد ذلك بالاعتراف للخصم بما لديه من الصواب، ثم بعد ذلك ببيان التميز وما نختلف فيه وبيان الحق الذي عندنا. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا المتفق عليه، وإلهنا وإلهكم واحد، هذا إقرار كذلك المتفق عليه، والقرار بما لديه من الحق، ونحن له مسلمون، هذا التميز في النهاية. وسميت المجادلات في العرف مناظرات، لأن المتناظرين، لأن المختلفين إذا تناظرا أول بادئ منهما يسمى مستدلا، والذي ينقض ما قال يسمى معترضا، فبينهما مجال للنظر، فلذلك سميت هذه الخصومة بين المتخالفين مناظرة بين أربابها. ويجلو دج المشكلات ويلي كشف حجابها، يجلو أن يظهر ويبرز، والجلوة الظهور. دج المشكلات، والدجى الظلام، والمشكلات جمع مشكلة، وهي ما يخفى من العلوم. ويلي كشف حجابها، يلي معناه يتولى كشف حجابها، أي هو الذي يكشف عنها حتى تتضح، فكأنها كانت مخدرة في خدرها بما عليها من الخفاء واللبس، فأزال عنها ذلك وأظهرها وجلاها للناس. فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلا وسهما. فأردت، معناه عندما ألف هذا التأليف أراد أن أضرب به بهذا المختصر، بهذا التأليف، والمختصر معناه الذي يجعل كثيرا من المعاني في خصره، كأنه يثني خصره، فالاختصار في الأصل من الخصر، والخصر هو اللين من الإنسان فينثني، فكذلك العلوم الكثيرة والمعاني الكثيرة إذا طوتها ألفاظ قليلة كان ذلك اختصارا، كأنه جعلها في خصره. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وقد اختلف الناس في تفسيره على ثلاثة أقوال. قول الأول أن معناه أن يصلي معتمدا على المخصرة، وهي العصا، لأنها تكون على مقابل خصر الإنسان، طول العصا التي يعتمد عليه الإنسان إلى خصره. وقيل المعنى أن يقصر الركوع والسجود، فهذا اختصار في الصلاة. وقيل المعنى أن يكون الرجل قد لبس ثوبا يغطي أسفله دون أعلاه، فقط من الخصر إلى أسفل وليس على أعلاه منه شيء.
بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه، جعل القربة إليه كسبا كأنه يكتسبه، كأنه مال يجنيه القرب إليه، قدحا معلا وسهما. فالقدح واحد القداح، وهي السهام التي كان العرب يقتسمون بها، فكانوا يرمونها لطلب الاطلاع على الغيوب، وأولها يسمونه وثانيها وثالثها، فتكون بيد الزاجر وهو يرميها، فحينئذ ينال الأول نصيبه والثاني والثالث وهكذا. والمعلى هو القدح الأول الذي يأخذ الفائز به الثلثين من المقسوم. وعطف على ذلك قوله سهما، وهذا تكميل للسجعة، وإلا فالمعلى هو نفسه سهم وهو قدح، ولكن يطلق السهم على النصيب أيضا، فقصد بذلك أن ينال سهما، وإما أن يكون قد أخفى هذه الكلمة فأراد بها سهما من الأجر الأخروي بالإضافة إلى التقرب إلى الملك. ونظير هذا ما فعل ابن مالك رحمه الله حين أهدى مثلثه في اللغة إلى الناصر حفيد صلاح الدين الأيوبي، فإنه قال فيه: إتباع حمد الملك الوهابي صلاته على الرضا الأوابي محمد وآله الأنجابي به ابتهاج النطق في الكتاب، وبعد فالأولى بأن تجلاله بنات فكر الناسبة إجلاله، ملك يباري فضله وإفضاله في نصر أهل العلم والآداب، الناصر الذي له تأييد من ربه بأسعد تزيدوه، من عداه لهم مبيد مستاصل يغني عن احترابي، من جنده الأقدار فهي منجدة لمن يواليه بجود وجدة، ومن يناويه يجدها مقصدة بأسهم لم تخلو من إكثابي، إلى صلاح الدين الانتساب ممن إلى صلاح الدين الانتساب ممن إلى صلاح الدين الانتساب لا انتساب ممن نعم إلى صلاح الدين الانتماء ممن عصمت بقدره إلى الأرجاء، ومن نوى إدراك ما يشاء من مبتغى المربوب والأرباب. يقول: يمناه فيها للنهى معين، منه على نيل العلام معين، فلن يرى لسودد تعين إلا لقرب منه وانتساب، قد لجأت له الملوك الصيد طوعا وكرها هم له عبيد، إذ ليس عنه لهم محيد إلا لأحرى الخلق بالعقاب. لما علمت أنه ذو عربي إلى اتساع في كلام العربي، أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه ذا احتسابي، فيه ذا احتسابي، ويتقرب إلى الملك لكن يحتسب فيه عند الله الثواب، فاشترط هذا الشرط. فكذلك يمكن أن يكون الشريف تلمساني رحمة الله عليه أراد بقوله وسهما أنه لا يجعل هذا الكتاب فقط للسلطان أبي عنان، وإنما يريد منه أيضا أجرا أخرويا عند الله جل جلاله. وأجمعوا فيه، أي أجمعوا في هذا المختصر من بديع الحقائق، والبديع معناه الرائق الذي هو من الإبداع، وهو إحسان الصنعة وإحكامها، والحقائق جمع حقيقة، ورفيع الدقائق، الرفيع معناه العالي ذو المكان والرفعة، والدقائق جمع دقيقة، وهي القضية التي يصعب إدراكها لدقتها، نكتة وعلما، نكتة جمع نكتة، وهي الأمر الخفي الذي كأنما ينكت به في الأرض، فهذا الذي يسمى نكتة علمية، وعلما وهو ما يجنيه طالبه من المسائل ويستفيده منها. وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول، وفضله أي فضل السلطان أبي عنان، ودعا له فقال أيده الله أي قواه من الأيدي وهو القوة، يقضي بحسن القبول، يقضي أن يحكم، وقضى هذا الفعل يستعمل لعدة معان، فيقال قضاه بمعنى أتمه، وقضاه بمعنى حكم به، وقضاه بمعنى أنهاه إلى آخره، فلها معان متعددة. فهنا قال يقضي بحسن القبول، أي أنه سيتقبل هذا الكتاب قبولا حسنا، ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول، يقتضي كأن مجرد تأليف هذا الكتاب كان دينا على أبي عنان،
فهو يقتضي ذلك الدين أن يطلب قضاءه، فاقتضى الدين بمعنى طلب قضاءه، وهي المداينة، مداينة معناه طلب قضاء الدين. ومن ذلك داينت سعدى والديون تقضى، فمطلت بعضا وأدت بعضا. ويقتضي لمؤلفه، والمؤلف معناه جامع الكتاب، كأنه ألف بينه، مثل ما يؤلف الله جل جلاله في المطر بين ما يأتي منه من جهات مختلفة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما؟ فكذلك هذه العلوم متطايرة متفرقة، ومؤلف الكتاب كأنه يجمعها فيركب بعضها على بعض حتى تكون كأنها شيء واحد. ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول، غاية معناه منتهى المأمول، وهو ما يؤمله ويرجوه، فكأنه دين قد ثبت وهو يقتضيه. وها أنا لا أشرع، وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى. وها حرف تنبيه معناه انتبه، فأنا أشرع معناه أبدأ فيه، أي في هذا الكتاب، بحول الله. والحول في الأصل ما يحال به دون الشيء، فالقوة تنقسم إلى قوتين، إلى قوة دفع ومنع، وإلى قوة استجلاب ونفع. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فمعناه لا منع من معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. نعم، بحول الله، وهو المستعان وعليه التكلان، وهو أي الله جل جلاله هو المستعان، فهو الذي نطلب منه العون. وعليه التكلان معناه لا نتكل إلا عليه سبحانه وتعالى، والتكلان بمعنى الاعتماد، فتوكل واتكل بمعنى اعتمد، ويقال في ذلك توكأ أيضا، توكأ على العصا، أتوكأ عليها معناه أعتمد عليها، ويقال فيها توكل أيضا على العصا بمعنى اعتمد عليها. ومن ذلك قول الشاعر في وصف حديقة غناء: ربت وربا في كرمها ابن مدينة يظل على مسحاته يتوكل، يظل على مسحاته يتوكل، يعتمد عليها فيغرزها في الأرض. وكذلك يتركل أيضا، ركله بمعنى دفعه في الأرض، فهي تعتمد كذلك في هذا المعنى. قال: أعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من أحكامه المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. مباشرة بدأ في الأدلة وما يتعلق بها، وقد اختلف كما هو معلوم في الأصول في موضوع أصول الفقه، فقيل موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية، وقيل موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية، وقيل موضوع أصول الفقه الأحكام والأدلة معا. فأصول الفقه يبحث فيه في أمرين: الأدلة الإجمالية للأحكام، والأحكام نفسها. لكن البحث في الأحكام قليل، هو فقط مقدمات، حين نقسم الحكم الشرعي إلى حكمين: إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، ونذكر أقسام كل واحد منهما. في الحكم التكليفي إما أن يكون أمرا أو نهيا، وكل واحد منهما إما جازم وغير جازم، وإما أن يكون إباحة. والحكم التكليفي كذلك، أقصد الحكم الوضعي، إما أن يكون سببا، وإما أن يكون شرطا، وإما أن يكون مانعا، وإما أن يكون علة، وهذا هو المستقل، وإما أن يكون تابعا، والتابع إما أن يكون أداء أو قضاء أو إعادة أو صحة أو فسادا أو عزيمة أو رخصة. فهذه هي أقسام الخطاب الوضعي التابعة، هي مكملة لغيرها، بخلاف القسم الأول وهو المستقل، وهو السبب والعلة والشرط والمانع. فتكلم مباشرة في الأدلة، والأدلة جمع دليل، والدليل في الأصل المرشد إلى الشيء، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. فمن إطلاقه على الحسي قول الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقالي قلاء ومن مراء دبيل. ومن إطلاقه على المعنوي قول الله تعالى:
ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا جعلنا الشمس عليه دليلا أي مرشدا إليه. وهذا المرشد هنا معنوي لا حسي، فالإرشاد الحسي مثل واستعن بدليل، لأنه يقول لك تجاوز هذا المكان وذهب إلى المكان الفلاني، مل إلى اليمين مل إلى الشمال حتى يدلك على المكان. والدليل المعنوي لا ليس كذلك، لكنه يرشدك إلى حقيقة الشيء. ثم قال اعلم أن ما يتمسك به المستدل، والمستدل هنا في عرف المناظرة هو أول المتكلمين، فالمتناظران أولهما يسمى مستدلا، والذي يرد عليه يسمى معترضا في الاصطلاح. والمقصود بالمستدل هنا طالب الدليل، فاستدل استفعل في الأصل تدل على الطلب وهو أصل معانيها. فطالب الدليل أول ما يتمسك به هو ما ذكر هنا، لكن لا بد أن ندرك أن من الأمور ما يطلب الدليل عليه ومنها ما لا يطلب الدليل عليه، فليس كل أمر يحتاج إلى دليل. فالواضحات لا تحتاج إلى دليل، لأن شرح الواضحات من الفاضحات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الأمور الواضحة جدا لا تحتاج إلى دليل، ولو كانت محتاجة إلى دليل لحصل التسلسل، لأن الحسيات ستحتاج إلى دليل، والدليل يحتاج إلى دليل، وهكذا فيقع التسلسل. فلذلك لا يحتاج إلى الدليل إلا ما كان محتملا للخلاف، كان يمكن أن يقع فيه الخلاف. فما لا يمكن أن يقع فيه الخلاف لا يحتاج إلى الدليل، وما يمكن أن يقع فيه الخلاف يحتاج فيه إلى دليل. وهذا الدليل الذي يتمسك به المستدل ويتمسك من الإمساك وهو القبض، كأنه يقبض بالحبل وهو في البحر لئلا يغرق، والدليل حبل، ولهذا جعل الله القرآن حبله المتين وصراطه المستقيم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجعل الاستمساك بالوحي دائما مجاة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، الذين يمسكون بالكتاب فكأنه حبل يمسكون به، وهو عروة الله الوثقى لا انفصام لها. يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام، والحكم في الأصل من أحكم الشيء بمعنى أتقنه، ومن استحكم الشيء بمعنى قوية واتضح. فالإتقان يسمى إحكاما، ومن ذلك قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته، معناه أتقنت. ويطلق الإحكام كذلك على الإمساك، فيقول حكم كذا بمعنى أمسكه، وحكم فلان البلد الفلانية بمعنى أصبح متصرفا به كأنه يمسك به. ويقال أحكم إذا أمسك أيضا، ومن ذلك قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة إنني إن أهلكم أذري اليمامة لا توالي أرنبا. هنا قال أحكموا سفهاءكم، كأنهم يجعلون عليها حكمات، الحكمات التي تجعل على الفرس في اللجام، وما يحيط بجانبي وجه الفرس من اللجام يسمى حكمات. ومن ذلك قول سهير بن أبي سلمى في وصف هرم بن سنان القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى غزت سمانا فآضت ضمرا خدجا من بعد ما جنبوها بدنا عققا. قد أحكمت حكمات القد والأبقى، والحكم معناه بالاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والمثبت النافي أحد ثلاثة، إما شرع وإما عقل وإما عادة. فلذلك ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام، حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي. فالحكم العقلي معناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل
فيكون المحكوم حينئذ قضية أي قابل للتصديق والتكذيب، ويكون دليله دليلا عقليا، فإما أن ينشأ ذلك الدليل عن بناء للكليات من الجزئيات وهذا الذي يسمى بالاستقراء، وإما أن يعكس أن يكون تعميما للكليات على جزئياتها وهذا الذي يسمى بالدليل المنطقي وهو عكس الاستقراء. فهذه هي أصول الأدلة العقلية وسنعرج عليها إن شاء الله تعالى. والحكم العادي هو إثبات أمر لأمرين ونفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، بواسطة التكرر، إذا تكرر الأمر عرفنا أنه قانون من قوانين الله التي فطر عليها الكون. إذا وجدنا أن مادتين إذا جمعتا حصل بينهما تفاعل معين، أو وجدنا أن مادة معينة فعالة لكذا تسكن الألم، هذا الدواء وجدنا أنه يسكن الألم، أو هذا الصبغ وجدنا أنه يلون اللون الفلاني، أو أنه يجتمع به صبغ آخر أن تستحال اللون إلى لون آخر، أو هذه المادة لها طعم معين مؤثر، جربنا ذلك بالتكرار، فهذا حكم عادي. فلذلك إثبات أمر لأمرين أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف هو الذي يسمى بالحكم العادي، فهو يصح تخلفه. ولذلك أبلغ الأحكام العادية أن من رمي في النار يحترق، عرفنا ذلك تكرارا أليس كذلك؟ لكن استثنى الله من ذلك إبراهيم عليه السلام رماه قومه في النار فلم يحترق، فصح التخلف هنا. وهكذا أن الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب مدة طويلة يموت، لكن استثنى الله من ذلك أصحاب الكهف يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال 300 سنة ولم يموت لا جوعا ولا عطشا، فهذا استثناء من الحكم العادي. فلذلك الأحكام العادية قابلة للاستثناء دائما. أما الحكم الشرعي فهو إثبات أمر لأمر أو نبيه عنه بواسطة الحكم، بواسطة الوحي. فلذلك يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، فهو خطاب الله جل جلاله، والخطاب معناه توجيه الكلام إلى الفاهم سواء كان ذلك حقيقة أو تقديرا. فالخطاب ليس موجها إلى الموجودين وقت نزول الوحي فحسب، بل هو خطاب لمن يولد بعدهم بشرط الاتصاف بشروط التكليف. فمن ولد أصم أبكم أعمى لا يشمله الخطاب، علم أن الله لم يخاطبه بهذا الخطاب أصلا. ومن عرض له عارض من ذلك سقط عنه الخطاب بعارض، وهذا الذي يسمى بعوارض الأهلية، عوارض الأهلية التي تمنع الإنسان مما تقرر له من الحقوق والصفات. من جن أو زال عقله نعوذ بالله فإنه يسقط عنه ما كان موجها إليه من الخطاب لكنه قد توجه إليه قبل جنونه وقبل زوال عقله. فخطاب الله المتعلق بفعل المكلف أي الذي يتعلق بأفعال المكلفين وتصرفاتهم، والأفعال هنا تشمل الأقوال وتشمل الاعتقادات، والمكلفون معناه المخاطبون بهذا الخطاب. وقيل التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، وقيل هو طلب ما فيه كلفة. فإذا كان التكليف هو إلزام ما فيه كلفة لا يكون المباح من أقسام التكليف لأنه ليس فيه إلزام، وإذا كان التكليف معناه طلب ما فيه كلفة يكون الصبي مكلفا لأنه مأمور بالمندوبات على وجه الندب ومنهي عن المحرمات على وجه الكراهة، مأمور بالواجبات على وجه الندب ومنهي عن المحرمات على وجه الكراهة. فإذا كان إذن اعتراض على كلا القولين، إذا قيل إن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة فلا إلزام له مباحات، وإذا قيل التكليف هو طلب ما فيه كلفة فالصبي غير مكلف وهو مع ذلك مأمور. من حيث إنه مكلف به أي تعلق هذا الخطاب بأفعال المكلفين لا من حيث هي مخلوقة لله كقول الله تعالى خلقكم وما تعملون، ولا من حيث أن الله سبحانه وتعالى خالقها الله خالق كل شيء،
لكن من حيث إن المكلف مكلف بها سواء كانت أمرا أو نهيا أو إباحة، فهذا الخطاب هو الحكم الشرعي، وهو المقصود هنا. فقال على حكم من الأحكام، أي من الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية. والمسائل جمع مسألة، وهي ما يستحق أن يسأل عنه، فليس كل شيء يسأل عنه. وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معناه ما لا تعلمون. والفقهية معناه المنسوبة إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم والإدراك، والمقصود به في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. وهو منحصر في جنسين، أي ما يتمسك به المستدل منحصر في جنسين، أي إن الدليل ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، وهو دليل بنفسه ومتضمن للدليل. فالدليل بنفسه معناه الذي هو دليل بذاته يقع عنده الاستسلام، إذا وصل إليك اقتنعت مباشرة. ومتضمن للدليل، متضمن للدليل معناه يرشد إلى الدليل فيفهم منه ذلك بالواسطة، فهو مرحلة ثانية. فالدليل بذاته إما أن يكون نقليا وإما أن يكون عقليا، والمتضمن للدليل سيذكر أجزاءه. فلذلك قال الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع أن ينقسم نوعين فهو قسمان: أصل بنفسه ولازم عن أصل. أصل بنفسه، فهذا الدليل الذي هو أصل بذاته بدلالة المطابقة لا بدلالة الالتزام، ولازم عن أصل أي ناشئ عن أصل آخر. فالدليل بنفسه أيضا هو النوع الأول صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. فالدليل النقلي الذي يستسلم له الإنسان وينقاد له عند حصول الخلاف، هذا دليل بنفسه، وهو أصل بنفسه كذلك، ليس لازما عن أصل، وهو نقلي. وفي مقابله العقلي كذلك، وهو الدليل العقلي الذي يستسلم له وينقاد له. فإذا كان بنفسه ليس ناشئا عن أصل آخر، ولا متضمن ولا لزوم ولا لازم على أصل آخر، فهذا هو المقصود هنا وأصل العقلي. الصنف الأول وهو الأصل النقلي أراد أن يقسمه أيضا، فقال أعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكرناه فيما يتعلق بالورود، جهة الورود، أن يكون صحيح السند. والصحيح معناه الذي ليس فيه علة ولا مطعن في الأصل، لأن صح في مقابل مرض وضعف. والصحيح في الاصطلاح من النصوص هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه دون شذوذ ولا علة ولا انقطاع. والسند في الأصل ما يستند إليه ويعتمد عليه، تقول سند الكرسي معناه ما يسند الإنسان ظهره إليه من الكرسي. ومن ذلك قول عنترة: أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. أبقى لها هذه الناقة طول السفار، كثرة الأسفار، لم يبق من جسمها إلا ذروتها وهي التي تسند الرحلة. أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم أرجلها الأربعة فقط، لم يبق من جسمها سوى ذلك. والسند في اصطلاح المتشرعين معناه الناقلون للنص. سند القرآن معناه من رويت عنه هذا القرآن من الرجال إلى منتهى. سند الحديث معناه من نقلت عنه إلى منتهى. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: السند منك إلى صاحب الثبت، وهذا يكفي فيه الإفراد ولا يشترط فيه العدالة، وإنما يشترط فيه الاتصال فقط، لأن المقصود به أساسا البركة والاتصال. فالإسناد من خصائص هذه الأمة، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماء اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلذلك تأخذوا عن بعض المشايخ الآن ويعطونك إجازة ولا تبحثوا في صفاتهم هل هم من ذوي العدالة والضبط وهل هم بلغوا درجة الثقة أو درجة الصدوق فقط أو ما دون ذلك، لأن هذا السند هو منك إلى صاحب الثبت، لا يشترط فيه ذلك، يشترط فيه الاتصال، لا بد أن يكون قد أجازه شيخه، وذلك الشيخ لا بد أن يكون قد أجازه شيخه إلى الوصول إلى صاحب الثبت. القسم الثاني من الإسناد من صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، فالأثبات هي أسانيد المؤلفين الذين يجمعون أسانيدهم للكتب في كتاب فيسمى ذلك الكتاب ثبتا. فمثلا من أصحاب الأثبات الحافظ ابن حجر مثلا، فإسنادنا إلى الحافظ ابن حجر لا يشترط فيه البحث في العدالة والضبط مثلا، وأن فلان قد تغير بآخرة وأنه لا يبحث في هذا البحث، لكن القسم الثاني هو من الحافظ ابن حجر مثلا إلى البخاري، وهذا يتعدد وكلما تعدد كان أقوى، لكن يكون إسنادا واحدا لكتاب كامل ولو كان عدة طرق. مثلا الحافظ ابن حجر يروي صحيح البخاري من 6 طرق، له 6 أسانيد إلى البخاري الصحيح، وهذه الأسانيد ترجع كلها إلى محمد بن مطرين الفربري، محمد بن يوسف بن مطرين الفربري، ورواية المحامل لم تصل إلى الحافظ بشيء يوثق به، وقد قال الحافظ أيضا أنه وجد أنه رواه. فالمشهور الآن من رواية صحيح البخاري روايتان فقط، رواية محمد بن يوسف بن مطرين الفربري ورواية المحامل، وكذلك المشهور من رواية صحيح مسلم هي رواية ابن سفيان، والمشهور من رواية سنن أبي داود رواية أبي بكر بن السني، والمشهور من رواية وله أيضا رواية أخرى هي رواية أبي بكر الأزدي، والمشهور من روايات ترمذي رواية المحبوبي، والمشهور من روايات سنن النسائي رواية أبي بكر بن السني عنه، أبو داود أقصد اللؤلؤي أبي بكر اللؤلؤي، والنسائي أبو بكر بن السني، والإمام أحمد لم يروي عنه مسنده إلا عبد الله بنه، ولم يروي عن عبد الله المسند إلا أبو بكر القطيعي، ثم رواه الناس عن القطيعي بعد ذلك، لكن قبل القطيعي كان دائما منفردا، لم يروه عن أحمد إلا عبد الله، ولم يروه عن عبد الله إلا أبو بكر القطيعي، ثم رواه الناس عن القطيعي. والموطأ رواياته كثيرة، رواه عن مالك عدد كبير، وقد وصل إلينا من روايات الموطأ الآن وهي الموطأات 29 رواية، رواية الموطأ الموجودة اليوم بالإسانيد. فهذا الإسناد أي واحد من هذه الأسانيد يمكن أن تروي به كل حديث في الكتاب، هذا القسم الثاني من أقسام الإسناد. القسم الثالث هو الإسناد من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يختلف، كل حديث فيه له إسناد مختلف، ولا يمكن أن تروي بإسناد متنا غير متنه، كل حديث له إسناد، وهذا الإسناد لا يروى به إلا هذا إلا ما كان مرويا بهذا الإسناد. إيه نعم، فمثلا لا يحل لك أن تأخذ إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات في صحيح البخاري وتروي به حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكن إسنادك أنت إلى صاحب الثبت ترويه ما به، وإسناد صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب يرويه ما به. فهمتم الفرق بين الدرجات الثلاث؟ بالنسبة للإسناد من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تشترط فيه الشروط، لا بد فيه من العدالة والضبط والاتصال إلى آخره، اشترط فيه الشروط المشروطة في الأسانيد. فلذلك قال رحمه الله أن يكون صحيح السند إلى الشارع، والشارع هو هنا قال صلوات الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل جلاله، فيمكن أن يوصف بأنه الشارع بمعنى الذي شرع الأحكام يظهرها، فإنها وصلت إليه هو، وهو أظهرها للناس، فهو شارع لها أي مظهر لها، والله هو الذي شرعها بمعنى حكم بها، ما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله صلوات الله عليه وسلم. متضح الدلالة. الشرط الثاني بعد صحة الإسناد
أن يكون متضح الدلالة، أن تكون دلالته واضحة. وهذا البحث الثاني، بحث الدلالة، يكون متضح الدلالة، والدلالة يجوز بها الفتح والكسر والضم، فهي مثلثة الدال، الدلالة والدلالة والدلالة، وهي فهم أمر من أمر أو كون الأمر مهيئا لفهم. فهم لأمر عندهم من أمر لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهما أو لم يفهم. أن يكون متضح الدلالة على الحكم المطلوب، أي أن تكون دلالته على الحكم المطلوب واضحة. ولذلك فإن الدليل إما أن يكون واضح الدلالة وإما أن يكون خفي الدلالة. فواضح الدلالة هو مثل النص والظاهر، وخفي الدلالة هو مثل المجمل والمتشابه، وسنذكر أقسام كل إن شاء الله. مستمر الإحكام، هذا الشرط الثالث، أن يكون مستمر الإحكام معناه غير منسوخ. فلو كان الحديث صحيحا وكان واضح الدلالة لا نختلف في فهمه، ولكنه كان منسوخا لا يستدل به حينئذ، وهذا عارض من عوارض الأدلة، يسلبها دلالتها بالكلية، النسخ يسلب الدليل دلالته بالكلية. مستمر الإحكام راجحا على كل ما يعارضه، هذا الشرط الرابع، أن يكون راجحا على كل ما يعارضه. فالدليل قد يكون له معارض، فهذا المعارض إذا كان أضعف منه فلا يضره، لكن إذا كان مساويا له أو أقوى منه فإن ذلك مضر للدليل. فإذا كان مساويا له نحتاج إلى ترجيح، وإن لم نجد مرجحا سيتساقط الدليلان حينئذ، مثل البينتين إذا تساوتا. وإذا كان الدليل الآخر راجحا عليه فلماذا تأخذ بالمرجوح؟ فالأخذ بالواجب راجح لا واجب لا راجح، نأخذ بالراجح واجب لا راجح على كل ما يعارضه. فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا، كل شرط من هذه الشروط سيعقد له بابا يفصله فيه إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا.